بداية حلقتنا اليوم ستكون نقاش حول منصة التواصل الاجتماعي تويتر، ولا يخفى على أحد الخبر الذي أعلن عنه عن استحواذ إيلون ماسك على تويتر أو عن تويتر بمبلغ 44 مليار دولار. إذا تمت الصفقة بعد أخذ ورد وحديث كبير وجدل كبير حول هذا الموضوع، وهنالك كثير من التكهنات حول ما سيؤول إليه تويتر بعد استحواذ إيلون ماسك عليه. سنتحدث حول هذا الموضوع مع الأستاذ خالد صافي المتخصص في التسويق والإعلام الرقمي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم. إذا تمت الصفقة أخيرا. أخيرا. وأول شيء ذكر تويتر ضمن هذا الموضوع، العصفور أصبح طليقا. تمام. برأيك ماذا قصد إيلون ماسك يعني بهذه الجملة؟ نعم، مثل ما تفضلت، بعد أخذ ورد وعمليات طويلة المدى في حتى وصلت إلى المحاكم عبر الحديث عن هذه المنصة واستحواذ وعدم استحواذ وارتفاع أسهم وانخفاض أسهم، كل ذلك اللغط الآن انتهى، وأصبح هذا العصفور الآن في يد إيلون ماسك، لكنه يدعي أنه حرا، بمعنى أنه سيسعى لحرية الرأي والتعبير ولفتح المجال أمام أصحاب القضايا المختلفة للحديث بحرية مطلقة على هذه المنصة. وطبعا بدأه بالحديث الذي أفرد له نقاشا طويلا في موضوع عودة ترامب من عدمها على هذه المنصة، بعدما وبخ الموظفة التي قامت بإيقاف حساب ترامب. طبعا ذلك على خلفية أحداث الكابيتول في يناير 2021. عمليا الذي سيجري الآن على تويتر مختلف وغريب وجديد، لكن يصعب التكهن به في شكل أو آخر مع شخصية مثل شخصية إيلون ماسك. نعم، لكن فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، أيضا إيلون ماسك أعاد حساب لمغني كان قد أغلق قبل استحواذ إيلون ماسك عليه بدعوى أنه كان في تعليقات معادية للسامية، وهو أعاد هذا الحساب. يعني هذا ألا يعطينا مثلا تكهن معين أو تنبؤ بكيفية التعامل مع الحسابات المغلقة لأسباب معينة قبل استحواذه على تويتر؟ يعني أعلن عن ذلك حتى إيلون ماسك، قال أنه عملية إعادة الحساب لكاني ويست لم تكن في وقت استحواذه على الصفقة، يعني أنها صارت وحدثت قبل استحواذه على الصفقة، ولم ينسب الفضل له في عودة هذا الحساب، لكنه استخدمه بطريقة أخرى للتعبير عن العصر الجديد الذي سيعيشه تويتر. حاليا أكد أن هناك مجلس استشاري للمحتوى، سيكون هذا المجلس من شأنه البت في إزالة أو إيقاف الحسابات والعودة إليه، ثم بعد ذلك غرد قائلا أنه سياسات المحتوى حتى الآن لم يتم تحديدها، وهذا المجلس لم يقم حتى الآن بعمليات الاجتماع، بحيث أنه سيكون مجلس من مختلف العرقيات ومن مختلف الأماكن للبت في المحتوى المنشور على هذه المنصة. نتأمل بصراحة في هذا الوضع الحال القائم أن يكون هناك اعتبار للمحتوى الفلسطيني أو العربي عموما الذي يتحدث عن المقاومة أو الجهاد أو القضايا العربية المختلفة في الدول العربية، وهذا الأمر اللي إحنا من ضمن الأمور الأولوية بالنسبة لنا يعني نتحدث عنها وننتظر أي حلول لها في قادم الأيام مع إيلون ماسك في عصر تويتر. لكن بالمناسبة يعني في تخوف من بعض المسؤولين في الاتحاد الأوروبي من تصريحات يعني إيلون ماسك، يعني مثلا المفوض المكلف بالإشراف على السوق الرقمية بريتون أيضا غرد قائلا أن العصفور سيحلق وفق قوانين الاتحاد الأوروبي. يعني في نوع من يعني لا أدري هل هي محاولة مثلا للاستحواذ على قوانين تويتر بشكل أو بآخر، أم الرد على تصريحات ماسك، ماذا جاي. يعني هو مع شخصية مثل إيلون ماسك كل الاحتمالات ممكنة فعليا. مثلا لو رأينا بعض الآراء المعتبرة في هذا الموضوع، لو جئنا إلى دونالد ترامب الذي قال أنه الآن أصبح هذا العصفور في يد شخصية تكن الاحترام للأمريكان، ليس شخصية راديكالية يسارية تريد الانتقام من البلد، وبالتالي هو عمليا كترامب يرى أنه إيلون ماسك هو حل. جاك دورسي المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لتويتر هو الوحيد الذي يقول أن تويتر في عصر إيلون ماسك سيكون الأفضل، وأنه هو القادر على حل معظم مشاكله الحالية. وبالمناسبة لو حصرنا مشاكل تويتر سنجدها دائما وأبدا تنحصر في الموضوع الإداري. سابقا أكثر من مرة تعرض جاك دورسي المؤسس والمدير التنفيذي السابق لتويتر للفصل نتيجة قدرتها أو عدم قدرتها على اتخاذ قرارات إدارية. الآن وجدنا فعلا إيلون ماسك من أول ما تواجد أزال ثلاثة من مجلس الإدارة. صحيح. ثم أتبعه بتصريح أن هناك نية لطرد العدد الكبير من الموظفين
الذين لا يعملون، حتى لدرجة أنه بعض الصحف قالت أن هناك نية لإزالة 75% من الموظفين. هو غرد قائلا هذا الرقم غير صحيح، أنا فقط 50% سأطرد فقط. وطبعا من عدد 7500 موظف يعني يطرد النصف، هذا الأمر يعني مهول وهو مخيف جدا، لدرجة أن الموظفين الآن هم الأقل سعادة بهذا الاستحواذ، لأنه أصبحت ساعات العمل 12 ساعة لسبعة أيام متواصلة، وحتى بعضهم يمضي أيام دوام عمل مباشر في المكان قبل 7 نوفمبر، لأنه وضع لهم تاسك أو مهمة بسقف محدود أنه 7 نوفمبر لابد أن نحل هذه المشاكل، ومن ضمنها مشاكل الاشتراكات ومشاكل العلامات الزرقاء. نعم، طيب فيما يتعلق بالعلامات الزرقاء والاشتراكات، وأيضا مسألة أنه فيما إذا سيكون تويتر مجانيا في المرحلة القادمة أم لا؟ نعم، ما الأخبار؟ هو مجاني وسيبقى مجاني، ولكن هناك خدمة اسمها تويتر بلو، هذه الخدمة مقدمة من تويتر سابقا بسعر تقريبا 5 دولار أو 4.9، حاليا جعل هذه الخدمة بمقابل 19 دولار أو 20 دولار تقريبا، واشتغل عليه بشكل كبير جدا. أما الإشارة الزرقاء فهو الآن يرفض تماما مبدأ. بس عذرا، شو هي خدمة تويتر بلو؟ تويتر بلو هي خدمة تسمح للمشتركين بأن يكون لديهم فرصة للنشر بفيديوهات أطول من 22 ثانية وبدون إعلانات، وأيضا إمكانية تغريد مقاطع صوتية أطول زمنيا من المدة المتعارف عليها، زائد أنه وصول منشوراتهم بشكل أفضل. فبالتالي عمليا هذه الخدمة لمن يريد أن يدفع، لكنه الآن أجعلها من 5 دولار إلى 20 دولار، أي 4 أضعاف. نعم. في المقابل أيضا خدمة العلامة الزرقاء أو التوثيق، هو الآن ينظر عمليا لفكرة الأسياد والقرويين أو العبيد كما أطلقها، فكرة غبية في جعل الحسابات الموثقة بناء عليها، لأنه يقول لك أن العلامة الزرقاء ليست يعني يمكنك الحصول عليها فقط لأنك شخص سيد أو مسؤول أو مهم في بلدك، يمكنك أن تحصل عليها مقابل 8 دولارات الآن شهريا، وهذا طبعا مبلغ قد يعتبر قليل لدى هؤلاء الأشخاص لكنه كبير للمستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي. أما بقية العالم فيمكن أن يستخدموا تويتر بكل مزاياه المتواجدة حاليا دون اضطرار إلى الدفع. نعم. عمليا من يريد أن يشترك في الخدمة تويتر بلو يدفع 20، ومن يريد إشارة زرقاء يدفع 8 دولارات مقابل. ماذا عن سياسة الإعلانات؟ يعني هل سيكون هنالك تغير؟ لأنه في إحدى الشركات الكبرى في الولايات المتحدة قامت بإيقاف الإعلانات التجارية إلى أن تنظر في السياسات الجديدة. نعم، هو فيما يتعلق بالإعلانات لم يتطرق إليها كمصدر دخل لتويتر، هو يعتمد حاليا كمصدر دخل أو نقول إنه الاتجاه المالي الذي يسعى إليه أولا من خلال الاشتراكات. أما سياسة الإعلانات فهي حتى الآن لم ترد في تغريداته، وبالمناسبة معظم ما يردنا من أخبار هو من خلال تغريداته، هذا الرجل يحرك العالم من خلال تغريدات يتحدث فيها عن منتجاته، يعني لم يسبق له أن يقوم بإعلان ممول واحد لتسلا الشركة التنفيذية الذي يديرها أو شركة سبيس إكس أو ستارلينك أو أي من منتجاته. هو بحد ذاته إعلان، هو مجرد إعلان من بداية الأزمة الخاصة بتويتر في شهر إبريل السابق حتى الآن زاد حسابه أكثر من 30 مليون مشترك أو متابع على تويتر، الآن تقريبا عنده 112 مليون متابع من أصل 80 مليون كانوا موجودين عنده في إبريل من هذا العام، يعني عمليا هناك 5 مليون تقريبا كل شهر يأتوا إلى حسابه، لأنه هو يتحدث بشكل عفوي مباشر تلقائي، وهو يعتبر علامة تجارية متنقلة، ويعتبر أيضا رافع للعلامات التجارية، شخصية جدلية، شخصية مثيرة للجدل، شخصية قادرة على تغيير قناعات الناس والتأثير فيهم بشكل كبير جدا، والمستثمرين والمساهمين. هو فعليا نجح بشكل كبير جدا عندما أثار كل هذه الزوبعة حول شرائه وعدم إتمام صفقة تويتر، عندما استطاع أن يسيل الأموال من أسهمه الموجودة على شكل أسهم في تسلا، استطاع أن يسيل أكثر من 13 مليار دولار حتى الآن ساعدته فيها البنوك. هذه العملية لم يكن له أن يستطيع أن يعملها ما لم يقم بهذه العاصفة التي قام بها على تويتر، والتي من خلالها جعل عدد كبير من المساهمين يحافظ على قيمة سهم تسلا من الانهيار، عندما يأخذ أسهمه هناك على هيئة سيولة مالية ليضخها في شراء لتويتر قد يؤثر في سوق المال، لكنه استطاع أن يأخذ الأموال من هنا ويضعها هنا دون أي خلل. حركة ذكية خالد، يعني قراءتك لشخصية إيلون ماسك أيضا تنبئنا أنه سيغير الكثير يعني ربما في العالم من خلال استحواذه على تويتر. يعني هو الشيء الوحيد اللي احنا نكون مبسوطين جدا منه القضاء على الذباب الإلكتروني واللجان الرقمية اللي بتقوم بعملية ضخ محتوى مخادع، لأنه هو عمليا سيهتم بعملية التوثيق لكل الحسابات. التوثيق لا يقصد به العلامة الزرقاء، يعني التحقق من الشخصية. هل أعلن عن ذلك بشكل صريح؟ أعلن أنه هناك مشكلة كبيرة جدا. تفضل اشرب ماء. يعني حديث عنه حديث ماسك
بسيطة. هو أعلن أن هناك نية لتغيير السياسة المستخدمة لعملية توثيق من الحسابات، بمعنى أنه النقطة اللي كان يثير حولها جدل أن هناك 5% من الحسابات هي حسابات فيك أو مزيفة، ووصل له قناعة أن هي أكثر من 5%. الآن يريد أن يزيل هذه الحسابات من المنصة بكل ما فيها من حسابات وهمية، حسابات لجان إلكترونية، حسابات ذباب إلكتروني. هذا سوق جميل جدا نسعى للوصول إليه، وشيء كتير راح نكون مبسوطين معه في تويتر. نعم. زائد هو سيغير من هذه الشركة اللي إلها تقريبا من 2014 مستقرة على عدد ثابت من المتابعين لا يزيد عن 220 مليون مشترك أو متابع نشط شهريا هذه المنصة، مع أن هناك منصات أخرى مشابهة لها أو حتى يعني بعدها انطلقت مثل إنستغرام أصبح عندها مليار مشاهد أو مستخدم شهريا، فيسبوك 2 مليار وهي وجدت في تلك الفترة تقريبا، تيك توك اللي وجدت في 2016-17 حاليا 2 مليار مستخدم شهريا. هذا الأمر يجعلنا في تساؤل كبير جدا، منصة نخبوية فيها شركات وعلامات تجارية كبيرة، فيها شخصيات سياسية، فيها تصريحات، وهي مصدر رسمي لكثير من التصريحات والعلامات التجارية، لماذا لا تحظى بهذا التفوق ولماذا لا تدر مالا على أصحابها؟ حاليا هو يقول في نوع من الطرفة والمداعبة، لو أن كل شخص دفع لي دولار واحد لسؤاله عن عودة حساب ترامب من عدمي لكسبت أموال طائلة من وراء تويتر. هذا قادر على كشخصية تجارية قادر على استخراج المال من التغريدات، من الكلمات، من الحروف. نذكر سابقا أنه في ذات مرة كتب كلمتين يوز سيجنال لاستخدام سيجنال بدلا من واتساب في ظل الهجمة على واتساب، رفع أسهم شركة سيجنال أدفانس إلى 600%. وعندما تحدث عن الحسابات الوهمية في تويتر نزل أسهم تويتر 6%، وعندما أعاد الصفقة إلى مسارها زاد أسهم تويتر 22%. فهو كلمة منه ترفع وكلمة منه تخفض الأسهم والعلامة التجارية، فهي شخصية قادرة على قيادة تويتر بشكل كثير جدا. نعم. لست متحمسا له كثيرا ولكن متحمس لطريقة عمله. لاحظ حتى عملية عمله يعني نحاول نشخص إحنا يعني نعم حتى عندما دخل إلى المقر، تذكري أنه عندما دخل ومعه مغسلة، يعني زي ما بنحكي احنا في لغتنا العربية غاصة في التفاصيل. نعم. تخيل الشخص يريد ان يغوص في التفاصيل يأتي الى العمل ومعه بانيو مثلا، لانه يريد ان يغوص بالتفاصيل. هو تماما قال let it sink. فعندما يعني يغوص بالتفاصيل جاء معه بالمغسلة يدخل مقر تويتر ليعمل نهفة، نقول لأنها يعني هيك طرفة او طريقة غريبة في تفاعل الاحداث. هذه الشخصية قادرة على قيادة تويتر وتغيير واقع تويتر، وأيضا إضافة شيء جديد للمحتوى. نعم. لحرية التعبير وأيضا للقضاء على الحسابات الوهمية. فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، يعني والقضية الفلسطينية عانت على كل المنصات فعليا، هل عنده تصريحات معينة تجاه هذا الموضوع؟ يعني في حال كان يريد أن يعيد حساب ترامب، هل من المعقول أن يعيد حسابات حذفت كانت يعني متخصصة بالنشر حول فلسطين؟ هو فلسطينيا لم يكن له صوت سابقا، وبالتالي نرجو أن لا يكون له صوت مسلط على الرقاب الفلسطينيين، ونرجو أيضا أن لم تكن وصلت إليه الأيدي أو الأذرع الإسرائيلية التنفيذية في شركات الاستراتيجية للتعاقد معه لإزالة المحتوى بناء على ما تم سابقا من خلال التعاقد مع المؤسسات أو المؤسسة تويتر ومدراء التنفيذيين السابقين. بمعنى هناك مسؤولين لدى الاحتلال توجهوا إلى المدراء التنفيذيين لمعظم الشركات سواء فيسبوك أو تويتر أو يوتيوب أو إنستغرام أو غيرها لأجل وضع سياسات للحد من المحتوى المعادي للسامية على حد تعبيرهم، وطبعا يضعوا تحته كل ما له علاقة بالمحتوى الفلسطيني أو المحتوى المناهض للاحتلال الإسرائيلي. فعليا يضعوا هذا في كفة كله، وعلاقاتهم واستثماراتهم في كفة مقابلة، بحيث أن إذا أردت أن تمشي هذه الاتفاقيات لابد من الموافقة على هذه الإجراءات. فعليا نرجو أن لا يكون هناك من سبق وتحدث مع إيلون ماسك في هذا الخصوص، وفي نفس الوقت ما زلنا ننتظر ما هو سقف حرية التعبير الذي يضمنه إيلون ماسك لتويتر والمتحدثين خصوصا بالقضية الفلسطينية. نعم، يعني حقيقة شكرا جزيلا خالد صافي الخبير الرقمي على هذه المعلومات، ونأمل خير يعني في نهاية الأمر. شكرا جزيلا.